السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم غنقترح عليكم آخر صيحات الموضة بالنسبة للملابس التركية للمحجبات، تنسيقات رائعة، تصاميم جديدة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للبنات لأول مرة كتكتشف القناة، ما تنساوش أنكم تشتركوا قبل ما تخرجوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل لكم في القناة فيما يخص موضة محجبات. كيفما كتشوفوا معايا في الفيديوهات هادو، تصميمات رائعة بالنسبة للملابس خريفية، ملابس شتوية للمحجبات، كذلك آخر صيحات الموضة بالنسبة لتنسيق الألوان. كيفما كيبان لكم تصاميم متنوعة، كاين هاد النوعية ديال التصاميم بالنسبة للمحجبات اللون الأسود، كاين كذلك هاد النوعية ديال المعاطف قصيرة، كيجيو بالحزام على هاد الشكل هذا، نسقته هنايا مع الثروة في اللون الأسود، وكاين كذلك هاد اللون غوص فوشيا، هو نفس التصميم نفس الموديل اللون مختلف. فيهم كذلك اللوينات، كاين هذا الاحمر نسقته كذلك مع اللون الاسود، وكاين كذلك الاسود. كيف ما كتعرفوا بان اللون الاسود كيتماشى مع جميع الالوان. بالنسبه لتنسيق الالوان هنا نسقته كذلك مع الاسود، وكاين هاد النوعيه ديال التصاميم بالنسبه للفساتين للمحجبات، فساتين سبور كيف ما كتشوفوا معايا. حتى هاد الموديل فيه لوينات، كاين هاد الاورانج وكاين هاد الاخضر مفتوح، وفيه اللون الاسود مع الابيض على الكمام، وفيهم كذلك القرونه. كيجيو مريحين في اللبسة وكذلك عمليين بالنسبة للخرجات اليومية. فيهم كذلك هاد الغوز نفس الموديل انما اللون مختلف. فيهم كذلك هذا الرمادي، هو نفس الموديل. وكذلك فيهم هذا الماء مغلق نسقته هنايا مع الساك اللون نفس اللون، وبالنسبه للفولار هنايا عملت فولار في اللون الابيض، وكذلك الأحذية في اللون الأبيض، أحذية رياضية. كاين كذلك هاد لونسومبل بالنسبة للبنات اللي كيبغيو هاد النوعية ديال الملابس للمحجبات، تهدو فيهم اللوينات، كيجيو مريحين في اللبسة وعمليين. فيهم هاد المطارد أو الأخضر مفتوح، وكاين كذلك هاد الزيتي نسقت معاه هنايا هاد الفولار فيه اللوينات. وكاين كذلك هاد الموديل في الرمادي، رمادي مغلوق، كاين كذلك فيهم هاد بلومارين نفس الموديل فيه اللوينات. كنحاول انني نجيب لكم لوينات مختلفه اللي دارجه على الموضه حاليا. وكاين كذلك اللون الاسود نسقت معاه هنايا فولار في اللون فيه اللوينات الابيض والاسود، وبالنسبه لهذا الموديل هذا في هذا اللون المعروف هذا اللوينات اللي كتشوفوا معايا. كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، فيه جياب وكيجي بالسري لانستوك، كيجي واسعين
كاين كذلك هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، موديل جديد، تصميم جديد بالنسبة للبنات كي يبغيو ياخدوا افكار على الفصالة. هذه الفصالة جديدة عصرية، موديلات جداد. هاد الفيديو هذا بالنسبة للبنات اللي كيهتموا هيدا النوعية ديال التصاميم كذلك، فغيستافدوا من هاد الفيديو هذا اللي اقترحت عليكم اليوم. وكاين كذلك هاد الموديل في هاد البيج، وكاين كذلك هاد النوعية ديال المعاطف قصيرة للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. كاين في هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي بجياب وبالحزام. كاين في هاد الاخضر ملكي، لصقتو هنايا مع هاد السروال ديال الجين كيف ما كتشوفوا، الفوقاني في الابيض، وفيهم كذلك الاورانج. وكاين كذلك هاد البنكاسي كيف ما كتشوفوا، نسقته هنا مع السروال ديال الجين في اللون بلو مارين، الأحذية في اللون الأبيض. وكاين كذلك هاد الموديلات بالنسبة للمعاطف الشتوية كيف ما كتشوفوا معايا. وكاين هاد النوعية كذلك من الملابس الشتوية للمحجبات، كاين هاد المعاطف فيهم الويلات، كاين هاد البيج، وكاين الكراميل كيف ما كتشوفوا، وكاين كذلك اللون الاسود. كاين هاد الموديلات كيف ما كتشوفوا بالنسبه للفساتين شتويه. وكاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف بالنسبه للناس اللي كيهتموا هيدا بهاد النوعية ديال التنسيقات كاجوال كذلك. حاولت انني نوع عليكم في الفيديو باش كل وحدة تخلص القناة تلقى ستايل ديالها وتستافد من افكار كنقترح عليكم بالنسبة لتنسيق الملابس بالنسبة للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. صافي البنات، هنايا نكون وصلنا لاخر الفيديو. بالنسبه للبنات اللي اول مره كتكتشفوا القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا قبل ما تخرجوا وتفعلوا زر الجرس هيدا باش توصلوا بالجديد اللي كنزل لكم دائما. مع السلامه حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.